بسيكولوجيا في قمة العطاء. نعم هذا الاتحاد راه بسيكولوجيا يعني راه جيد بسيكولوجيا. نعم شوف الكرة الحارس بوقاسم بصعوبة وناجي في الاستقبال، وكان دفاع الشباب يظن أن ناجي في وضع التسلل. وهنا سزادت الدفاع الشباب الوزداد اللي ما تبعش الكرة، ما تبعش لما الكرة رجعها للحارس بوقاسم. هنا كل وقف يعني كان نعم يتفرج في